بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المشاهدين والمشاهدات، وكذلك أتقدم إلى جميع الإخوة الأعزاء، جميع المسلمين والمؤمنين بأهل تعازي بهذه المناسبة، مناسبة أليمة، وهو فقد رجل عظيم، رجل مجاهد الذي جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وشرفه الله وأكرمه بالشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتقدم إلى ساحة بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام بهذه المناسبة، المناسبة الأليمة، فقد رجل كبير ومجاهد عظيم وعالم جليل، وفقده عزيز علينا. أتقدم إلى ساحة بقية الله العظمى ومراجعنا العظام، وكذلك جميع المجاهدين والمقاومين، بل جميع المؤمنين، بل جميع من له إلمام إلى حرية الإنسان وإلى عزة الإنسان بأهر التعازي بهذه المناسبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدماء الطاهرة التي أريقت على الأرض وسيلة وطريقا إلى إن شاء الله الانفتاح الأكثر والفرج الأكثر للمؤمنين، وخذلان الأعداء، خذلان هؤلاء الذين يعادون الإنسانية ويعادون الأديان السماوية ولا سيما الإسلام. نعم، نحن قد ابتلينا بهذا المصيبة العظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا إليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية المباركة تبشرنا كثيرا عندما نواجه مثل مصيبة الشهداء الأعزاء الذين استشهدوا. يقول: لا تحسبن، بالتأكيد يؤكد على هذا الأمر، لا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا، فعلى ذلك من فقدناهم هو موجود وهو حي، عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هؤلاء ما خسروا، بل وصلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا القسم من الآية المباركة بشارة لجميعنا، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى هو الولي الحميد، القائد والعالم والمرجع، أي إنسان فادناه فوقه الله تبارك وتعالى، والله كل شيء. فما دام نحن عبد الله ونحن في خط الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى، لا بد أن نرى أنه لا يمسنا شر إلا انقلب إلى الخير، إلا انقلب إلى فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نتفاءل بما قسم الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى لنا، ونعتبر هذا إن شاء الله خطوة، بل قفزة إلى التقدم وإلى انهيار الأعداء، إلى انهيار هؤلاء الذين ترصدوا لإخوتنا الأعزاء، وهم الذين بادون بالحرب، هم الذين اعتدوا، وهم الذين قد احتلوا أراضي المسلمين. فعلى ذلك هم كانوا يستحقون أن يتأخروا وأن يزيلوا عن وجه الأرض، ولكن مع ذلك الله تبارك يقدر. الدنيا دار الامتحان، دار صناعة الإنسان، والإنسان لا يصنع إلا بامتحانات صعبة، وإلا بأن يأتي بعض البلايا، ولكن كل هذه البلايا للمؤمن بلاء حسن. ولذلك أبشر جميع المجاهدين وجميع المقاومين، نحن لا خسارة لنا ما دام نحن في هذا الطريق، لا نخسر أن أي شيء ما دام نحن في هذا الطريق، إنما علينا أن نقوم بواجبنا. أول نعرف ما هو واجبنا وما هو وظيفتنا في هذه الحياة، وثانيا نقوم به بكل جرأة وبكل بصالة وبكل اطمئنان، نطمئن بفضل الله تبارك وتعالى ونتوكل على الله تبارك وتعالى. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله بعد عسر يسرا.
على كل حال هذا بشارتنا في هذا العام. ونحن نقول لأعدائنا أنتم لابد تراجعوا إلى وجدانكم، إلى عقولكم. الظلم لا ينتهي إلى الخير، الظلم زائل وقطعا يزول، لا يمكن بغاؤه. ممكن أيام له جولة، ولكن الدولة للحق، البغاء والاستمرار للحق، للباطل جولة وللحق دولة. ولذلك نحن أقوياء، نحن لا نخاف من شيء، نحن ما دام في خط الله تبارك وتعالى، في طاعة الله تبارك وتعالى، وما دام تحت لواء مراجعنا العظام الذين هم في الحق النواب إمام الحجة عليه السلام، ما دام نحن نسمع إلى كلام مراجعنا، نسمع إلى إشارات لولينا الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى الذي يرشدنا إلى ما هو خير في هذه الدنيا، نحن لا نخسر شيئا وما خسرنا شيئا، والخسارة كلها لهؤلاء الذين أعداؤنا. كما أن الله تبارك وتعالى آية أخرى مبشرة بذلك يقول: لا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هؤلاء الذين يحاربون الحق، يحاربون المظلومين، يقتلون الناس، والله يمهلهم أيام عليهم ألا يحسبوا أنهم قد نجحوا وقد حصلوا على شيء. لا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا إملاء الله تبارك وتعالى هؤلاء، هذا سبب لجريمتهم الكبيرة، يعني خسارة كبيرة عليهم. ولذلك نحن إن شاء الله نرجو من هذه القضية التي حصلت إن شاء الله يكون رفسة وحركة للتقدم والانتصار، ونحن كلنا آذان لأن نسمع من إمامنا الإمام الخامنئي ومن قادتنا مراجعنا العظام حتى نقوم بما علينا من الواجب. طبعاً هؤلاء يريدون أن يردوا بشيء مناسب، يعني بحجم هذا، بل فوق هذا حتى غالباً على هذا الأمر، ولكن ليس معناه أننا نستعجل في هذه الأمور، لأن الإنسان إذا يرد على العدو عندما هو هاجم عليه، هذا في الحقيقة الفاعل والغائد الذي المقود بيده العدو. لابد أن نحن نحفظ المقود بأيدينا، يعني الذي عنده سياسة يأخذ المقود بأيديه. ولذلك الإمام الخامنئي وغيرهم كذلك كرارا ومرارا قلنا نحن لنا هذا الحق، حق الرد، حق الثأر، وحق يعني المقابلة، ولكن نحن نقوم بهذا الأمر بأي كيفية أردناه وفي أي زمان نحن اخترناه. نحن لا نجعل أنفسنا يعني في الحق رد الفعل على ما يفعلون. رد الإنسان الذي هو رد الفعل يعني أعطى المقود إلى يد الآخر وهو وراءه، ولكن الإنسان الذي حكيم لا يعطي المقود بيد العدو، المقود بيده، يختار عندما له حق، حق الثار على جميع الموازين الإنسانية والاجتماعية، حق الثار على أنه اعتدوا علينا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فعلى ذلك هذا حق موجود، ولكن متى نأخذ هذا الحق وكيف نأخذ هذا الحق؟ طبعا هؤلاء هم أصحاب القرار، ولكن تفاصيل القرار بيدهم وليس شيء أنا لا أعرف ولا حاجة إليه. وأهم أمور المسلمين ما يتوجه إليهم من الكوارث الشديدة والقوية على كل إنسان مؤمن عليه أن يشعر بالمسؤولية. ولكن للأسف كثير من حكومات المسلمين، لا أقول حكومات إسلامية لأن جلها حكومات علمانية، ولكن هذه الحكومات التي تحكم على بلاد المسلمين أو بلاد العربية، فهذا واجبهم أن يقوموا مع المظلومين في وجه الظالمين، أن يردوا على ذلك سياسيا واجتماعيا وكذلك عسكريا واقتصاديا. لو أن الدول الإسلامية لو هم يعني حاصروا هذا المجرم الصهاينة حصلا اقتصاديا لصغت ما تستطيع أن تعمل ما تعمل، أو أن يهددونه بالسلاح، ولا أقل شيء أن يكون في المواقف السياسية أن يتخذوا موضعا واضحا ضد الصهاينة المعتدين المحتلين
ومع المظلومين في فلسطين وفي لبنان وفي سائر البلاد. ولذلك هذا الأمر بما أن وظيفة عامة الناس والحكومات لا يلبون هذا الأمر، بل كما أشرتم إليه يقومون إلى تتبيع العلاقات مع العدو. فعلى عامة الناس أن يتحركوا حركات سلمية، وأن يعني يحترزوا أن أي شيء ينتهي إلى الفوضى، حركات سلمية لأن يجبروا ويطلبوا من حكوماتهم أن تتخذ مواقف مناسبة. ولكن طبعا قلنا لابد أن لا يستغل العدو بعض الحركات، الحركات حركات سلمية بمطالبة الحق. وأظن هذا الآن مساعدة للدول وللحكومات، لأن الحكومات هم خائفين من أمريكا ومن دول مستكبرة. ولكن إذا عامة الناس طلبوا منهم شيئا وهو حقهم، عند ذلك عندهم عذر عند من فوقهم من الحكومات الاستخبارية، يقولون نحن الشعوب يضغطون علينا ويريدون منا، لابد أن نقف كذا. فعلى ذلك أقول أن الدعوة والطلب إذا كان سلميا ينتهي إلى التوفيق، بشرط أن يكون عدد ملايين إلى عامة الناس. هذا شيء مهم، وقد جربنا هذا الأمر، جربنا هذا الأمر في انتصار الثورة الإسلامية، أن إمام الخميني رضوان الله عليه أبدا ما أجاز بالفوضى، ما أجاز برفع السلاح على الداخل، داخل البلاد، على الشاه وعلى الجيش وعلى ما شابه ذلك، ولكن إنما حرض الناس على الخروج بالملايين، خرجوا بالملايين، اضطر الشاه أن يخرج من دون أن يكون هناك شهر سيف أو سلاح أو أمثال ذلك. أنا ما عندي معلومات خاصة بالنسبة لهذا الأمر، ولكن طبيعة الأمر أجواء الآن في لبنان أجواء غير مناسبة، يعني أخذ الأجساد المطهرة وتجهيزهم وكيفية التعامل، الناس يحتاجون إلى التشيع المناسب، وكل الناس يشتغلون إلى ذلك. أظن إذا رأوا الأجواء مناسبة يعملون، وقطعا لا يقصرون، هم أحرص منا بتكريم هذه الأجساد المطهرة، أجساد الشهداء، ولا سيما شهيد المقاومة، إمام المقاومة وقائد المقاومة سماحة المرحوم سيد حسن نصر الله. لابد كلنا نقدر ونعظم ونستغل الفرصة من وجود هذه الشخصية المهمة في تكريمه ووقوفنا معه. ولكن طبعا البرمجة لهذا الآن ما أدري، هذا يحتاج إلى ظروف، يعني متطلبات الأجواء والظروف الموجودة. مسألة الدعم شيء واضح بكل صراحة، سماحة السيد القائد مرارا وكرارا قال نحن مقاومة مع المظلومين حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. ورأينا أن الجمهورية منزم أول إنسان الثورة الإسلامية كان موقف الجمهورية الإسلامية وموقف إمام الخميني رضوان الله عليه مع فلسطين مع المظلومين ومع إزالة الغدة السرطانية. وطبعا أن الجمهورية الإسلامية هي التي تدعم، والناس كلهم يعرفون أن المقاومة الإسلامية، المنطلق للمقاومة الإسلامية كانت الثورة الإسلامية، كان المواقف إمام الخميني رضوان الله عليه والإمام الخامنئي رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك الدعم لا شك فيه، ولكن كيفية الدعم، دعم الجمهورية الإسلامية بحيث أن كل بلد كل شعب هم يقومون بواجبهم، ولكن الدعم من الجمهورية الإسلامية ليس فرضا عليهم لا سمح الله كبعض الدول المستكبرة، يعني هم يعملون استعمار، يعني هم يتسلطون عليهم ويجعلون تحت هيمنتهم، وهذا ليس طريق الجمهورية الإسلامية، سنة الجمهورية الإسلامية أو سيرتها من أول الأمر، تكريم واحترام الحقوق الآخرين ودعوة الآخرين إلى الحق، دعوة الآخرين إلى العزة والكرامة، دعوة الآخرين على المنع، على أن يدافعوا عن أنفسهم. فبحمد الله الشعب الفلسطيني هم يدافعون عن أنفسهم، الشعب اللبناني هم دافعوا عن أنفسهم، ولكن الجمهورية الإسلامية إنما هي دائمة لهم بمقدار الميسور من السلاح وأسلحة، وأهم من ذلك الإرشادات والتجارب التي عندها تتقدم إلى جميع الشعوب وجميع المظلومين.